دلوقتي معادنا مشاهدينا مع موجز التاسعة صباحا، موجز لأهم الأنباء والأخبار مع الزميلة هالة الحملاوي. بنصبح عليكي مرة تانية هالة، اتفضلي. شكرا محمد. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك، فضلا عن التطرق للأوضاع الإقليمية. كما تطرق الاتصال بين الرئيس السيسي والرئيس الصومالي إلى استمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية. وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم انقطاع الكهرباء ليلا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط. ومن المقرر أن يتم اليوم البدء في تنفيذ قرار تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11:00 صباحا وحتى 5:00 مساء. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأفاد شهود عيان بوقوع شهداء ومصابين جراء قصف القوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما استهدفت قوات الاحتلال منازل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على منازل المواطنين في مخيمي البريج ودير البلح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى وقوع اشتباكات عنيفة في مخيم النصيرات وخان يونس أسفرت عن قتلى ومصابين في قوات الاحتلال. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بقطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إسرائيلية أن 38 جنديا خضعوا لعمليات بتر أطرافهم جراء الاشتباكات في قطاع غزة، وأنه يوجد حوالي 2000 جندي في أماكن إعادة التأهيل جراء معاناتهم من صدمة المعارك. واصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا وداهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي شمال القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين في بلدة الرام، مما أدى لإصابة عدد منهم. كما اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طول كرم ومخيم نور شمس شرق المدينة وسط تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 2 من جنوده جراء استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع قرب مستوطنة رميم على الحدود مع لبنان. كان حزب الله قد أعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة منارة بصاروخ مضاد للدروع، متوعدا بالرد على اغتيال القيادي في حماس صالح العروري، وأن الحادث لن يمر أبدا دون عقاب. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إسرائيل إلى تجنب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان، وذلك إثر اغتيال صالح العروري القيادي في حركة حماس بضربة صاروخية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال قصر الإليزي إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بالوزير الإسرائيلي بني جانس عضو مجلس الحرب الوزاري أن الرئيس الفرنسي شدد على أن باريس ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة. في الوقت نفسه أكد ماكرون أن التصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة غير مقبولة وتتعارض مع حل الدولتين. أعلن مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير أن المجلس سيجتمع اليوم لبحث الملاحة بالبحر الأحمر. ووصف المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة وضع الملاحة بالبحر الأحمر بالسيء، مشيرا إلى أن هناك تكرارا للانتهاكات والأعمال العسكرية في هذه المنطقة. من جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون بحثا أهمية تحرك جماعي متعدد الأطراف لمواجهة الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. ورياضيا، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار. ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة ودية في السابع من يناير أمام تنزانيا على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية. ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الموزمبيقي يوم 14 من يناير. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.